ما في شيء مناسب هون، بل جو هون مناسب، ما في شيء لا البني ادم لا المعز ولا شيء ولا شيتين، صفر على الشمال، ما في شيء. الماز الشامي هو اصل الماز، يعني ماز الشامي ماز ما في منه، بس انهد في القراض سبب هون العالم صارت تقول ماز الشامي صارت تخوف منه يعني، بس الماز الشامي هو الاصل يعني، كان يربوا كنا نربي ماز الشامي هون، بس صار بظرف الحروب وهيك انقطع الطريق وكذا، ما عم يجينا ماز الشامي من هونيك يعني. الماء الشامي مهدد بالانقراض بسبب انه مصدره الاساسي الشام من الغوطة، وكان بسبب الحروب والظروف المناخية يعني، وجونا هون غير مناسب لتربية الماعز الشامي. وثاني شيء انه في ناس يعني كانت في كمية مقبولة في الشمال السوري، في ناس قامت في تهريبها وعودتها الى النظام. اليوم المرغوب عنا المعز البلدي. بالنسبة للمعز البلدي حليبه أكثر من الشامي، حليبه أكثر من الشامي. الشامي أغلى لأنه جنسه أحلى. هلا بنت السمرة مثل بنت الشغرة؟ لا، في فرق. هذا المميزة فيه، الحالة أحسن. يا حج والله المعز الشامي قبل كان أسعاره كويسة، وقت إن كانت الدنيا على كيفك، بس هلا ما في أسعار خالص ميتة. هلا العنز الشامي يقول لك ما بدناها، بدنا عنز بندية أحسن، هذا هيك صاير عنه. والمعز البلدي ستة بجبال يعيش، هذا ما بيعيش. يعني سلالة كويسة، بس ما بده يكون معه معز بلدي يعني، تحويل لحاله. المعز البلدي بالنسبة للبلدي والشامي، المعز البلدي بياكل أكثر من الشامي كون تمه، المعز الشامي أكله أخف من أكل البلدي صراحة. كان أسعار معز الشامي أغلى بكثير، اللي يشتري عنزة شامية يعني عنزة الشامية تجيب أربعة خمسة عنزة حق عنزة بلدية لحتى تحط حق عنزة بلدية يعني صراحة. الصقل اللي ناخذها بقد ثلاث حقات، ثلاث عنزات بلديات، لأن حتى المعز الشامي أكوس من المعز البلدي.